القوة الجوية أو الدفاعات الجوية قد حيد منذ الحرب العراقية الإيرانية. إيران ليس لديها قوة أرضية دفاع جوي وليس لديها طائرات، لذا أعتقد أن إيران لن تستطيع أن تقوم بتحييد بالخروج بأقل الخسائر من هذه الضربات التي ستكون متتالية، ولكنها لديها كما قلت ذراع قوي وهي الميليشيات، فيما لو قامت بتحريكها الميليشيات باستهداف المصالح الاقتصادية سواء كانت للولايات المتحدة الأمريكية أو الدول المناصرة أو المتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها يجب أن تضع في الحسبان أن أي استهداف للمصالح الأمريكية إن معناه أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تدخل في هذه المعركة، وإذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية في الدخول في هذه المعركة فإن حلف الناتو سوف يكون ملزما بدعم الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان اقتصاديا أو سياسيا أو عسكريا. لذا أن أوراق إيران على الطاولة تكاد تكون معدومة إن لم تكن محروقة.